أهلا بكم. تفيد مصادر مطلعة بأن خلافات تنظيمية ونيابية شطرت حركة امتداد إلى معسكرين، الأول يقوده علاء الركابي ومعسكر آخر يقوده داود العيدان. حتى اللحظة ما زالت التصريحات المتضاربة والوثائق المسربة سيدة الموقف حول ما يجري داخل حركة امتداد، الحركة التي تقول أصوات مقربة منها أنها تعاني من خلافات شديدة داخل جسدها التنظيمي والنيابي لتقسمها إلى معسكرين، أحدهما يقوده أمينها العام النائب علاء الركابي وثلاثة نواب آخرين، ومعسكر يقوده داود العيدان وأربعة نواب آخرين، وقعوا وثيقة حمراء تسريبها فتح للرأي العام حقيقة حجم الخلافات الداخلية. ومع ذلك كله ما زال جمهور الحركة المنبثقة من حراك تشرين لا يعرف ما يدور في الأروقة، رغم أنه جمهور ناتج عن حركة احتجاجية تطالب بالتغيير في الأعراف السياسية ويختلف عن جمهور الأحزاب التقليدية. وكأنما القرار طبخ بين أعضاء الحركة وكأنه موضوع شخصي، رغم أنه هذا الموضوع هو ليس موضوع شخصي. هؤلاء يمثلون حراك أراد أن يبني أمل على حركة يفترض أنها تكون شفافة مع جمهورها. أنا حقيقة أقول أنه هذا الأمر يعود إلى عاملين، يعني العامل الأول الخارجي وهو عامل الضغط الكبير اللي تعرض إلى الحركة من قبل الأحزاب السياسية باعتبارها تمثل نوع مضاد من توجه الشارع، والعامل الآخر هو داخل الحركة نفسها. الحركة مفروض الآن يصير فيها نوع من التوضيح والارتباط. ورغم الوثائق التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي تقول الهيئة السياسية الامتداد أن الحركة ما زالت متماسكة، لكنها في الوقت نفسه لا تنفي وجود خلافات بين أعضائها. صحيح أن هنالك اختلافات في وجهات النظر، صحيح أن هنالك مشاكل وهي حالة طبيعية جدا وممكن أن تعاني منها كل الحركات الناشئة أو الكبيرة أو القديمة، ممكن أن تمر بهكذا موجات من المشاكل، لكن لا ترقى إلى أن تكون بالمستوى التي ظهرت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تصريح اليو تي في نفى المكتب السياسي الامتداد أن تكون الحركة قد أصدرت قرارا بإعفاء أمينها العام ورئيس كتلتها النيابية، فيما تشير مصادر مقربة من امتداد إلى عقد اجتماع للحركة لبحث قضية إعفاء أمينها العام، لكن الاجتماع انتهى من دون اتخاذ قرار بهذا الصدد. من الناصرية أحمد السعيدي، يو تي في.